السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو ستجدون تحضير نص سائل الصفحة 22 للسنة الرابعة متوسط. فقط لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس أمرا. إذن أولا وقبل كل شيء، أمامكم تعريف بالشاعر، هو عبد الله صالح حسين المعروف بالبردوني. هذا هو تعريف صاحب النص. نروح مباشرة إلى الفكرة العامة. أولا، إذن الشاعر هنا يبين ظاهرة التسول الخطيرة ويصورها في معاناة متسول أعمى حزين وتائه في مجتمع قاسي وجاحد لا يرحم. نروح الآن للأفكار الأساسية. الفكرة الأولى، وصف الشاعر حالة المتسول التائه المقصد بسبب بخل الناس وقسوة قلوبهم. أما الفكرة الثانية وهي إهمال أهل الأرض السائل، لماذا؟ وهذا دليل على قسوة قلوبهم. الفكرة الثالثة، شكوى الأعمى أي السائل الفقير من الحرمان وسوء الحال وشدة معاناة من ازدراء واحتقار الناس. أما الآن نروح للمغزى العام من النص، وهو التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة يجب محاربته بالزكاة والصدقة. يقول الله تعالى هنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما السائل فلا تنهر. إليكم الآن نمط النص وخصائصه. إذن نمط النص هو وصفي، أما الخصائص فهي عديدة، منها كثرة الأفعال الماضية، كذلك توظيف الزمن والمكان بالإضافة إلى النعوت، وكذلك التشبيه وكثرة الحال. إذن يستخدم أيضا الضمير بالإضافة إلى استخدام المحاسن أو المحسنات البديعية كالطباق والجناس إلى غير ذلك، والأسلوب الإنشائي إلى غير ذلك من الخصائص التي أمامكم. وفي الأخير ما ثاني أن أقول لكم إلا أن تكونوا في أحسن حال، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.